علي يا ما تتباع. حاز يا جعر منك لون، عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عن تفريشه بيدي. طب مش دافع، تعال الواد يا صفيري انجر وادفع القتاوي وتتفرج على العفريت. لا ما عايزش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس؟ لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه وهتتحرق ارضه وهيتحلق شنبه ويبقى كيف النسويين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى قطاق طاجين. ايش الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل بندور به وصل. حلو هاد يا ابراهيم الولع. خبريه مالكم؟ عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطاقطاقين هاجوا وماجوا. هاجوا وماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا وماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا وماجوا ده. الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيش او تموتم. أنا ما بكرهش إلا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا إحنا غلابة دول. أنا مالي ناس ذاتي اللي مخليكم عايشين في أرضي وأرض أبويا وجدي، ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميد؟ لا أنت بتبرق لي يا صميدة. أيوه يا صميدة بيبرق لي. طب يا صميدة انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي فرجوه.